رائعة من روائع مدينة دبي، الحديقة القرآنية. تتصدر اليوم إمارة دبي، أو ما تسمى بمدينة الأحلام، أكثر المدن السياحية زيارة في الشرق الأوسط، فهي تحتوي على أهم المرافق الترفيهية والسياحية في العالم، بداية من برج خليفة ودبي مول، انتهاء بالحديقة القرآنية الرائعة. تلك الحديقة التي تعد من أهم المعالم السياحية والإسلامية في المنطقة، التي تجسدها عبر تصاميمها الرائعة ومناظرها الخلابة. هذه التصاميم التي تشرح الكثير من المعاني والإعجاز الذي يضمه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. افتتحت تلك الحديقة في منطقة الخوانيج شهر إبريل من عام 2019 بالتزامن مع عام التسامح، بكلفة إجمالية بلغت 200 مليون درهم. وتحتضن تلك المعجزة قرابة 54 نوعاً من النباتات المذكورة في القرآن الكريم، يتم استعراضها بشكل مميز وفريد. يتوافد لزيارة الحديقة حوالي 100,000 زائر أسبوعياً من مختلف الجنسيات والأديان، وتقسم إلى عدة حدائق صغيرة، منها الحديقة الإسلامية والحديقة الصحراوية وأخيراً تلك الأندلسية. ولكل من تلك الأجزاء طابع خاص وتصميم مختلف يمتع الناظر. يعتبر هذا المعلم الهارب من الجنة أحد أهم المشاريع الثقافية العصرية وأهم المنجزات الحضارية العلمية في مدينة دبي، مدينة الأحلام. فهل لك أن رأيت هذا الصرح العظيم من قبل؟